أولا في مشهد مؤسف في تركيا، أنا لعلي أقول هذا الأمر للمرة الأولى يعني، وقد يستغرب البعض، أنه فيها أزمة في هذا بهذا الحجم، بكل هذا الدمار وبكل هذه الخسائر البشرية، لم يخرج مسؤول صغير جدا ليعتذر أو ليستقيل. يعني حتى أنا أذكر أنه إحدى القنوات التلفزية استضافت رئيس بلدية هطاي، التي فيها يعني هي ربما من أكبر الأكثر تضررا ربما، نعم. والسبب الأساسي بشكل واضح أنه الأبنية قديمة وغير مدققة أو إلى آخره. فخلال النقاش قال للمذيع أو للمحاور: لماذا تريد أن أستقيل؟ إذا استقلت أنا هل سيستقيل غيري؟ يعني حتى الخطاب السياسي حتى غير لائق بها يعني. فأقصد أقول أنه حتى اللحظة لا من الحكومة، لا من الحزب الحاكم، لا من المعارضة، لا من البلديات، لا من المستثمرين، يعني ما في حد خرج وقال أنا مسؤول عن شيء معين أعتذر. خرج تصريح لسليمان صولي وزير الداخلية، أنا قدرته كثيرا الحقيقة، لم يعني يتحمل مسؤولية الأموات، لكن قال نحن كحكومة مسؤولين أمام شعبنا، نفعل كل ما نستطيع وإلى آخره. الآن أنا أعتقد أنه كلام الرئيس أردوغان هنا مهم، هو لم يخرج باعتذار صريح كما تعرف في التركية، يعني أفضي لدي يعني هو طلب العفو أو يعني طلب المسامحة إنجاز التعبير، نعم. وكأنه تحدث عن تقصير ثم هو أعاده لموضوع الثلج والبرد والظروف الطقس والمناخ. فبالتالي هو جمع ربما أو يعني قدم صيغة دقيقة حذرة نوعا ما، لأنه لم يرد من وجهة نظري قراءة سياسية الآن، أعتقد أنه لم يرد أن يخرج باعتذار صريح، لأنه الاعتذار الصريح يعني أنه مسؤول مسؤولية مباشرة، وهذا فرصة للمعارضة ولغير المعارضة، وستكون مضرب يعني أو ضربة كبيرة له في الموضوع السياسي وموضوع الانتخابات وما إلى ذلك. ولم يتنصل أيضا من المسؤولية، لأنه هو رئيس الدولة وحصل أمور وأكيد وصلوا من خلال الماكينة الحزبية والحكومة والمؤسسات وما إلى ذلك رصد نبض الشارع بطريقة أو بأخرى، وبالتالي أيضا كان ينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية ما. هنا أعتقد أنه الصيغة مختارة بعناية، مختارة بذكاء نوعا ما، هناك تحمل للمسؤولية لكن ليس مسؤولية كاملة، ولا اعتذار كامل، هناك شعور بالأسف وطلب للعفو لكن دون أن يكون هناك مسؤولية جنائية أو سياسية، وهناك ربط الأمر ليس بتقصير حكومي وإنما بظروف الضغط، يعني هذه التركيبة أو هذه التوليفة على أقل تقدير أعتقد أنها قادرة على تقنع أطرافا ما. الأمر الثاني وهذا ينبغي أن نعترف به كباحثين، أنه هي شجاعة من الرئيس أردوغان، يعني شجاعة وذكاء، أنا أعتقد أنه يعني العنصرين موجودين في هذا النوع من التصريح، هناك ذكاء في هذا التصريح، هناك شجاعة، الشجاعة واضحة في أزمة من كبيرة مثل هذه على بعد أشهر من الانتخابات، غالبا لن تؤجل كما ذكرت حضرتك في بداية البرنامج، يخرج رأس الدولة والذي هو رأس الحزب الذي يعني يقال أنها أصعب انتخابات سيخوضها منذ تأسيسه، يقول نحن مسؤولين يعني سامحونا على أول يومين كان الوضع صعب ولم نقم بالمساعدة كما ينبغي. أنا أعتقد أن هذه مخاطرة وشجاعة. هناك ذكاء لأنه يلعب على المستوى العاطفي، والرئيس أردوغان بالمناسبة ليس أول مرة يخرج بتصريحات من هذا النوع، يعني مثلا سابقا تحدث عن اسطنبول وقال احنا اسفين يا اسطنبول، نحن يعني خنا طرزك وتاريخك وكذا، بعض العمران الغير مناسب وإلى ذلك. مرة في بخصوص فتح الله جولان وجماعة الخدمة والكيان الموازي قال خدعونا ونعتذر من الشعب وما إلى ذلك. يعني أقصد في بعض المحطات هو يقدم هذا الخطاب كشخص مسؤول، وهذا أمر مرغوب بالنسبة للناس أن يخرج مسؤول ويقول لهم أنا المسؤول عما حصل، نعم. ثم أيضا هو يطلب العفو منهم، وبالتالي هذا تثبيت أن هذا الشعب هو المرجعية، قيمة الشعب، وهذا أمر نعم. مهم جدا تحديدا يعني بالعموم بمفهوم السياسة مهم في تركيا، تعرف أنه يعني فكرة حتى أنه الحاكمية أو الحكم للشعب يعني خدمة للشعب جملة نعم. يعني مؤسطرة نوعا ما، يعني أصبحت أسطورة في التاريخ التركي والثقافة السياسية التركية، وعلى مقرب الانتخابات تصبح أهم أكثر أن يخرج الرئيس ويقول لهم أنتم المرجعية، أنتم سامحوني كرئيس، هذا أعتقد أنه أمر أيضا مهم جدا. وثالثا هو يغلق الباب على مسارات يمكن أو على ثغرات يمكن أن توصل إليها أو إلى حزبه ويضرب من خلالها، لأنه هو لم يتنصل وبالتالي يتحمل مسؤولية، وهذا الوتر العاطفي أعتقد أنه مهم بالنسبة للكثيرين تحديدا حتى من المنكوبين بالمحافظة الـ11.